بالإنجليزي I am angry، بالعربية أنا غاضب، لكن بلغة البنات تصبح على خير. أكرهك، اكرهيني اكرهيني، أموت في حبك، أنا أموت والله. مين غيرك يعرف المكان ده يا فلين رايدر؟ ماشي يا حلوة رابنزل. أجدعنس هشرح لك، حصلت لي مشكلة، كنت بتفسح في الغابة، شفت البرج بتاعك و... فين؟ هي فين؟ I was broken from a young age, taking my smoking to the masses, writing my poems for the things that look at me, kicking me, shooking me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the vein. مين غيرك يعرف المكان ده يا فلين رايدر؟ ماشي يا حلوة رابنزل. أجدعنس هشرح لك، حصلت لي مشكلة، كنت بتفسح في الغابة، شفت البرج بتاعك و... اكرهيني اكرهيني، أموت في حبك، أنا أموت والله. ده اللي ناقص. بالإنجليزي I am angry، بالعربية أنا غاضب، لكن بلغة البنات تصبح على خير. كلكم صرت ولد شيوخ، مبروك الشيخة يا فروخ. بابا. نعم يا فريدة. الواد ده بيعكسك. الواد ده بيعكسك؟ اه. يلا يلا امشي من هنا يا. حاضر يا عم. اهو مش اهو. عليها عيون فداها الكون، شفتها وقلبي بالحب حس. اوكي شباب، احلى من البنات شو يعني؟ الكومنت الثاني هو انه احنا بنحط الميك اب عشان احنا، مو عشان حد يشوفنا في الميك صديقة إلا إذا اضطررت للكذب، وإن كذبت عليك أن تصدق في كذبك إلا إذا كنت تصدق مع كذاب، والكذاب سيصدق ما قلت من كذب، عندها يكون الكذب أصدق من الصدق، والصدق أكذب من الكذب، فيستوي الصدق والكذب. وإن كنت ماسي حياة والله.
هذا الشطر الساطع وتصيب أكله بطاطا مصاري الجابة فراطة وإن لقوا واحدة غلطت بحطوا حطاطة والحلوة بدلعوها ولعلى طاطا. Can you sing? No. Okay. Can you dance? No. Can you draw? No. Well, what can you do? Amazing. Daddy, where are you? Here I am. كبر عقلي واستهدي بالله وقام اتوضى وصل للفجر. انا السحر يا قدي الساعة يا اخوان ام السحر ايه وانا شايف الغنى معزول واقول ازاي ما خلص الحبر قبل ما اقول ده غير ان الكلام اصلا كلام منقول صن والتخمين ولا تانية في غيابه حسيت مه بالحب وقلب بغير لك سؤال تفضل انت حد مثبتك نعم يعني مربوطه
يعني مرتبطة؟ اه. لا ريح نفسك. يعني سايبة؟ ما لفظك يا جدع انت في ايه؟ ليما انا عايز اقولك على خالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابوي ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش يلا اصبح حنداري عينك فيها سحر خليك اللي يتبع اللي تخليه غمز بخد احمر يا رودي ياسمين تفتع بابا وماما واللكلوك والبيجاما اما احنا شقينا ياما رجالة وعندنا دم خد الخلاصة يا واد يا صاصة يا ابو شعر سبايك يالا كنت انت بتمسك مصاصة دريك هدي يا دريك هدي يا دريك شعرها او مسحوب لونها بس بكلر كوريكتر بتفتح اللون طبعا مع ليمون لان الليمون برضه بفتح الحرش وضعيات او البوزيشنز الكاميرا اللي بتصوري فيها لازم تكون نوعا ما بعيدة عنك ابعد من مسافة ايدك على فكرة أهلا فيكم مشاهدين الكرام من وين ما كنتم عم بتتابعونا على شاشة قناة أور في برنامجنا المختص بعالم صيحات الموضة والتجميل برنامج حنا وبمختلف فقراته خليكم معنا اليوم رح نتعرف على أشكال الوجوه المختلفة لكيف نحصل على أفضل شكل ونتيجة بالماكياج غير فقرات ونصائح تجميلية متعددة مع فقرة tips and clips وغير فقرات الصحة وأكيد اليوتيوبرز خليكم معنا مثل ما بنعرف طرق وضع المكياج كتير مختلفة ونتيجته بتختلف من شخص للتاني شو السبب يا ترى؟ معنا اليوم مدام رولا الحاج خبيرة التجميل لتحكي لنا أكثر عن أشكال الوجوه المختلفة من بين الصبايا لكل الصبايا والستات مثل ما الكل بيعرف انه في 5 اشكال للوجوه في عنا الوجه الطويل يلي بيجي عنا شوي طول بالجبين شوي طول بالدقن في عنا الوجه المربع يلي بيجي الجبين عريض
وعنا هون تربيعة، يعني مثل ما شايفين أنا شكل وجهي تقريبا، هاي عم بتكون ديمونستريشن لايف. وفي عنا الوجه الأوفال يلي هو الوجه البيضاوي، في الوجه اللي على الهارت شيب أو اللي بيجي شكله على شكل القلب، وفي عنا الوجه المدور. هلأ بالنسبة لأشكال الوجوه كان في متعارف أنه الوجه البيضاوي هو الوجه المثالي. هلأ دائما نحن بتطور باكتشافات جديده، اللي اخر شيء باخر كم سنه اكتشف انه الوجه المربع هو الوجه المثالي، لانه في اكثر من ملكه جمال للعالم وللكون بانتخابات ملكه جمال الكون اكتشفوا انه عم تكون اشكال وجههم مربعه، فيلي عندها وجه مربع ما تزعل ابدا، اهم شيء تكون الست والصبيه بتعرف شكل وجهها لحتى تعرف لما بدها تعمل ميك اب كيف تصلح الوجه اذا كان طويل كيف تقلل من طوله. وبعد ما عرفنا سوا شو هي اشكال وجوه المختلفه، يا ترى شو هي خطوط دافنشي؟ بالنسبة لخطوط دافنشي، هلا كثير منكم بيسمعوا عن خطوط دافنشي بس ما بيعرفوا شو معناتها. خطوط دافنشي اللي هي الكونتورينج، اللي نحن بنعرف كل الناس بتعرف الكونتورينج بس ما بيعرفوا خطوط دافنشي هي ذاتها. استوحت كلمة خطوط دافنشي من لوحة الموناليزا، لما ليوناردو دافنشي رسم لوحة موناليزا اخذت معه 16 سنة رسم. إذا بتشوفوا اللوحة هلا يلي هي رسمت من سنة 1503 لسنة 1519 أخذ وقت برسمها، بتشوفوا كيف عامل كونتورينج بالرسم بالمواد الزيتية اللي كان عم بيستعملها، بتشوفوا الإضاءة وين بارز. طبعا الكونتورينج نحن بنستعمله لنبرز المناطق الجمالية بالوجه ونخفي المناطق اللي مش حلوة، يعني إذا في شيء ما حلو بدنا نصلحه بالمنخار بالخدود بشكل الوجه نعمل كونتورينج للوجه. طبعا الكونتورينج عم بيتطور كتير، بطل بس في كونتورينج كريمي كمان، صرنا لنكون لتحس الست انه بشرتها مش عامل كتير ميك اب اوفر بالنسبة للإحساس، صرنا نستعمل الكونتورينج الباودر بكتير مرات وبيعطي نفس النتيجة. فالكونتورينج اللي هو نفسه دافنشي للستات اللي ما كانوا يعرفوا هلأ صاروا يعرفوا للصبايا كمان. وأنا لكم شغلة نصيحة، اعملوا كونتورينج باودر يلي بدها تصلح شيء بوجهه يلي مضطره كل يوم تطلع على شغلها او على جامعتها، اخف على البشره واخف عليها هي تا ما تحس حالها حتى كثير ميك اب وعامله شيء اوفر. وبعد ما عرفنا عن خطوط دافنشي، خلونا نعرف كيف ممكن نستخدم الكونتور وشو الفرق بينه وبين تقنيه الستروبينج. كثير منكم سمعتوا عن تكنيك الستروبينج بالميك اب، هلا في كثير ما بيعرفوا شو الستروبينج. الستروبينج هو الهايلايتر، الهايلايتر يلي صار فينا كمان هلا نستعمله من دون ما نكون عاملين كونتورينج. للستات اللي ما بحبوا كثير يكونوا عاملين فونديشن وكونتورينج وهدول القصص، الستروبينج اللي هو بنجيب الهايلايتر اللي ما في كثير لمعه بنستعمله على التشيك بونز، بنستعمله تحت الايبروز، فوق الايبروز، على الانف، على الدقن والجبين، طبعا قسم من الجبين هالمثلث هيدا لحتى نبرز هالمناطق هيدي اللي هي كثير حلوه، بالاضافه كمان لهيدي العظمه اللي هون على الرقبه، لانه هيدي العظمه كمان من علامات الجمال عند الست. فاذا الستروبينج هو الفرق بينه وبين الكونتور. كمان بحب اقول انه الكونتور مثل ما بنعرف اللي هو عندنا الوان البني، اللي عندنا الوان الفاتحه، وعندنا اللون البيج بنحدد فيه الوجه لحتى نخفي المناطق البشعة ونظهر المناطق الحلوة. أما الستروبينج فهو بكل مختصر مفيد، يعني هايلايتر. وبنحب نشكر أخصائية التجميل الدكتورة رولا الحاج على المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها اليوم. أطلت علينا مصممة الأزياء العراقية راندا فواز السعدي بأول عرض أزياء لإلها في مدينة إربيل. تابعوا معنا التقرير التالي.
من الطبيعي جدا اهتمام الصبايا بمجال التجميل والموضة، لكن الغريب اهتمام الشباب بهالمجال. تابعوا أكثر بالتقرير التالي. في مجال البحث المستمر عن العناية بالشباب، 8,600,000 يورو تم صرفها السنة الماضية على المستحضرات والكيميائيات التي تستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية في كافة أرجاء العالم. هذه المعلومة تظهر أن هنالك قوة ديناميكية كبيرة في ظل بيئة اقتصادية صعبة في عدة دول جغرافية، بحسب تقارير صدرت من مؤتمر صناعة المستحضرات التجميلية في باريس. عندما جرب جيانغ تشينغ القليل من الكونسيلر خلال سنته الأولى بالجامعة في الصين، شعر بأن هذا المستحضر أعطاه المزيد من الثقة بالنفس، وعندها أصبح مدمن على هذا المستحضر. يعد تشانغ واحد من مئات الرجال الصينيين الذين يشاركون بإعطاء النصائح الخاصة في مجال مستحضرات الجمال للرجال والمنتشر عبر الإنترنت.
الصحة والتغذية هي جزء ما بيتجزأ من اهتمام البنت بنفسها، فمشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع تابعونا بالفقرة الجاي. خلونا نتابع سوا شو محضر لنا اليوتيوب لهاليوم.
تعتبر دهون البطن من أعند الدهون في مختلف مناطق الجسم، ولنتخلص منها علينا الحصول على القدر الكافي من النوم والابتعاد عن السهر، المواكبة على شرب المشروبات الدافئة الخاصة بالانتفاخ مثل النعنع والبابونج، والابتعاد عن الحلويات والنشويات طبعا، وما ننسى ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بهاي المنطقة وأكيد تمارين الكارديو. ولتعرفوا أكثر تابعونا بالحلقة الجاية. أهلا فيكم مشاهدين الكرام بحلقتنا الجديدة من برنامج حنا بفقراتنا المتنوعة من الدي اي واي والميك اب توتوريال وأكيد الرياضة والصحة. خليكم معنا. أكيد كل الصبايا استعملوا الكونسيلر والهايلايتر، لكن يا ترى شو هي دائرة الألوان وشو هي المصححات بالميك اب؟ خلونا نتابع أكثر مع مدام رولا الحاج. بدي احكي اليوم بفكرتي عن الهالات السوداء. هيدا الموضوع بهم كتير الستات والصبايا كمان الشباب، صاروا كتير الشباب عم بينتبهوا لا وجون ولا ظهور الهالات السوداء تحت العين. هلا الاسباب لظهور الهالات السوداء هي بالدرجه الاولى الاسباب بتكون وراثيه، بالاضافه لانخفاض بضغط الدم، الارق، السهر، ستريس كمان بيسببوا كتير ظهور الهالات السوداء. قلة شرب المي، مرات بيصير في عنا تحسس بالعين، منحك العين، بيصير في عنا هون التهاب أو تهيج بالغدد الشعيرية بالرموش، هيدا الشيء بيسبب كمان ظهور الهالات السوداء. هلا السيستم الغذائي كمان لما يكون غلط، أو في ناس كتير بحبوا خلال النهار يشربوا قهوة وشاي ومشروبات غازية سوداء بتحتوي على نسبة عالية من الكافيين، هيدي بتسبب الهالات السوداء لأنه بتسبب انخفاض ببعض المعادن وخصوصا انخفاض بالحديد، وبتسبب كمان انخفاض بمعادن تانية مثل فيتامين A، فيتامين E والفيتامين C. كمان في عنا من أسباب ظهور الهالات السوداء عند الست خصوصا، لأنه الجسم عند الست بيقطع بتغييرات هرمونية خلال الشهر أو سبب الحمل والولادة والدورة الشهرية، ودول كلهم بيسببوا انخفاض بمخزون الحديد عند الست وبيسببوا فقر دم مما يؤدي لظهور الهالات السوداء حول العين. هلا شو الوقايه لحتى نقلل من ظهور الهالات السوداء لما ما بيكون في عنا العامل الوراثي هون اللي يلعب دوره؟ اهم شيء انه المفروض ننام 8 ساعات، يعني تكون كميه النوم كافيه.
شرب المي بالنهار من 6 إلى 8 أكواب خلال النهار ضروري شرب المي. نقلل من التدخين ومن السترس، لأنه السترس والتدخين أو النيكوتين بيؤدي لانقباض بالأوعية الدموية فبيسبب ظهور الهالات السوداء تحت العين. السهر أكيد كمان، وعدم الإكثار من وضع الميك اب بشكل يعني كتير، نحط كل يوم كل يوم كل يوم من دون ما ننظف الوجه كتير منيح ومن دون ما نشيل الميك اب قبل النوم. ضروري انه نحن مثل ما ذكرت انا بفقرات سبقت انه ما ننام بالميك اب، لانه الميك اب بخلي البشره تكبر كل ليله 7 ليالي، يعني فتره كثير قصيره رح تبلشوا تشوفوا على وجهكم تجاعيد واشياء رح تزعجكم، رح تشيخ بشرتكم عبكير. فبنرجع كمان للهالات السوداء، نتوقع اي شيء ممكن يرهقنا، تركيز كتير بالتليفون. بعرف هلأ هالأيام الصبايا والشباب حتى الستات صاروا كتير كل شيء على التليفون، يعني حتى إذا بدهم يحضروا طبخة عم بيشوفوا الانجريدينز على التليفون. فحاولوا أنكم أنتوا تتوقعوا هيدي الأشياء لحتى ما يصير في عندكم ظهور للهالات السوداء. طبعا الكونسيلر لازم يكون، والأحلى طبعا أنه تحت العين أفتح بدرجة من بقية لون الوجه إذا بدكم تحطوا فونديشن. هيدا بالنسبة للكوركتر مثل ما قلنا اللي لونه أورنج تيخفي الهالات السوداء، لأنه إذا ما استعملنا الأورنج ممكن يضرب على زرق. في كتير صبايا بيقولوا لي حطينا كونسيلر رحنا على الجامعة خلال النهار عم بيصير أزرق، فلما نستعمل نحن الأورنج قبل الكونسيلر ما بيعود يصير أزرق. طبعا آخر شيء من بعد ما نحط الكونسيلر بدنا نثبت مثل ما قلنا بحلقات سابقة باللوز باودر لحتى يضل معنا طول النهار وما يعمل تحت العين زيوح أو يظهر تجاعيد. بالنسبة للكونسيلر اللي لونه أو الكوركتر اللي لونه أصفر، هذا الكوركتر بنستعمله ليلي في عندهم بقع بنفسجية أو بقع زرقاء على الوجه، منحط الأصفر ومن بعده منحط الفونديشن ومن بعده كمان منثبت باللوز باودر. أما الكوركتر الأخضر هيدا منستعمله للي عندهم حبوب وبقع حمراء على البشرة، اللون الأخضر منحطه على الحبة وعلى البقع الحمراء أو نفس الحبة إذا كانت حمراء، ومنرجع منحط من بعده الفونديشن وكمان منرجع منثبت بال باودر. فاذا في طبعا عندنا كوركتر، عندنا كثير الوان بالكوركتر، بس انا منشان ما تكتر عليكم الالوان اخترت اهم ثلاث الوان ممكن نستعملهم، لانه الصبايا هالايام كثير عمليين ان كانوا رايحين على الجامعه او رايحين على شغلهم، حتى الستات بدهم شيء سهل ومعلومات سهله يعني تقدر بسرعه تستوعبوها وبسرعه تطبقوها. فثلاث الوان عندنا البرتقالي وعندنا الاصفر وعندنا الاخضر، مثل ما قلنا هدول فيكم تطبقوهم على وجهكم قبل الفونديشن وقبل الكونسيلر بيطلعوا معكم الميك اب كثير حلو وكثير مرتب. هيدا بالنسبة للهالات السوداء. اليوم حكينا طبيا وحكينا تجميليا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي عطيتكم إياها اليوم، وإلى اللقاء في الفقرة الجاية. تعتبر الهير اكستنشنز من المكملات التجميلية اللي حاليا صارت ضرورية، ممكن بالمناسبات أو حتى للاستخدام اليومي. لنعرف أكثر نتابع مع بعض الفقرة الجاي.
مين منا ما عنده الفضول يعرف شو طريقة صناعة الإكستنشن؟ طب خلونا نتابع التقرير الجاي. في سوق في شرق الصين تنتشر أكياس للشعر الأسود الطويل الذي بات يمثل مادة أولية مربحة مخصصة للبيع إلى شركات محلية تقوم باختيار الأفضل منه وبصبغه لتصديره على شكل شعر مستعار إلى العالم أجمع وصولا إلى أفريقيا. فعند الفجر لا يعرض بائعو سوق تايه الصغير الخضار والفاكهة للبيع، بل كميات من خصل الشعر الآتية من سائر أنحاء البلاد والتي يتهافت الزبائن على شرائها، لأن قيمة الشعر مرتفعة جدا، الناس يسمونه الذهب الأسود. وفي هذه السوق تباع خصل الشعر الطبيعي بأسعار تصل إلى حوالي 887 دولارا للكيلو على الرغم من التقلبات الكبيرة في هذه الأسعار. وفي تايه تعتبر صناعة الشعر من الأعمال التجارية المهمة، إذ تعمل أكثر من 400 شركة على تحويل خصل من الشعر الطبيعي إلى شعر مستعار وتمديدات للشعر ينتهي بها المطاف على رؤوس الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة. لقد شاركت في الأعمال التجارية للشعر لـ30 إلى 40 عاما، وابني لا يزال يصنع المنتجات بشكل تقليدي ولكن على نطاق أكبر ودوليا. أسعار الشعر ترتفع أو تهبط، السوق ليست مستقرة، كما تمثل الأسواق المتواضعة والمشاغل البدائية نوعا ما التي يصنع فيها الشعر المستعار تجارة مدرة للأرباح. فقد بلغت قيمة الصادرات للشركات المحلية 66 مليون دولار في العام 2012، أي ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للصادرات في المقاطعة. وعلى الصعيد العالمي تشهد سوق الشعر الطبيعي تفوقا صينيا كبيرا، إذ أن الصين استحوذت سنة 2012 على ما يقارب 75% من الصادرات العالمية للمنتجات المصنوعة من ريش الطيور، الزهور الاصطناعية والشعر، وذلك وفق بيانات منظمة التجارة العالمية. حضرة يا بالرياضة، لأن الفقرة الجاي الرياضة والصحة. يختار الناس التدرب على رياضات الدفاع عن النفس لكثير من الأسباب، فالبعض يريد تقوية عضلات الأيدي عن طريق التدريب، والآخر يتدربها لمجرد الرياضة، والبعض يتدرب للدفاع عن النفس في الشارع. وإذا كنت تبحث عن هذه الرياضات للدفاع عن نفسك، فربما سوف تحتار في أفضل رياضة تناسبك. فكل رياضة لها أسلوبها الخاص الذي تستطيع أن تنفذه في الدفاع عن نفسك. نحاول هنا في هذا الفيديو مساعدتك على الإجابة على هذا السؤال. رياضة الكيك بوكسينج تعني بالمعنى الحرفي حركات الأرجل الكيك مع الملاكمة، وهي من الرياضات الحديثة نوعا ما، حيث تأسست في سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم انتشرت انتشارا واسعا. تمتلك هذه الرياضة تقنياتها الخاصة في اللكمات وضربات الركبة والتي تضربها بمجرد وجود ثغرة دفاعية لدى خصمك. لا بد أن تكون ضرباتك سريعة ومباشرة ومربكة للخصم. الكاراتيه. يعتبر الكاراتيه من أكثر رياضات الدفاع عن النفس استخداماً، وترجع جذور هذه الرياضة إلى سنة 1300، وتعني الأيدي الفارغة، حيث لا يستخدم المتدرب فيها أي سلاح إلا أسلحة جسمه كاليدين والقدمين، والتي تكون كافية تماماً للعب الكاراتيه. وهي لا تعتبر جيدة جدا في الدفاع عن النفس فقط، لكنها أيضا تعتبر من أكثر رياضات الدفاع عن النفس فائدة للجسم. في السابق كانت رياضة الكاراتيه تستخدم بشكل خاص لمواجهة اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق بدون سلاح، خاصة بعد أن حظرت قوات الساموراي اقتناء الأسلحة، فكانت الحاجة ملحة لهذه الرياضة. ومن أشهر رياضيي الكاراتيه بروسلي، دولف لانغرين، شون كونري، وأيضا جان كلون فان دام. وللكاراتيه مدارس كثيرة، منها الكيوكشن والشوتوكان، وهو الأسلوب الأكثر انتشارا في العالم. بالفقرة الجاي رح نتعلم أكثر عن أنواع العدسات اللاصقة وكيف فينا نصلح العدسات الجافة. أول
شيء مثل ما قلت لكم ايديكم لازم يكونوا مغسولين كتير منيح. ثاني شيء راح نجيب شوي من هذا المحلول ونحط على ايدي، بعدين راح اطول العدسه من العلبه واحطها بالمحلول اللي حطيته لحتى ارجع اغسلها كمان مره، لانه المحلول اللي كان جوا غسلها من اي بكتيريا او اوساخ كانت عالقه فيها، فقبل ما احطها بعيني لازم ارجع اغسلها. فمثل ما قلت لكم حطينا شويه محلول بايدي باصبعكم، تعملوا هيك بس تكونوا كثير لطيفين وانتوا عم تغسلوا العدسه. راح احط شويه محلول على اصبعي اللي راح استخدمه في تركيب العدسه. هلا راح اخذ العدسه بهذا الاصبع هيك، مثل ما انتم شايفين العدسه هيك في وضعها الصحيح. اللي راح اعمله كيف راح اركب العدسه، خليني اقربكم اكثر. اوكي راح اسحب العين هيك، بعدين بنزل البقبق تبعي وبتلزق لحالها. راح اركب الثانية معكم هلا، بنزل عيني شوي طبعا بطلع ستريت واحط العدسة، بعدين بنزل البقبق عليها وبتلزق لحالها. وهيك مثل ما شفتوا ركبت العدسات معكم. هلا راح نشلح هدول العدسات وافرجيكم كيف انا بشيلهم. اوكي انا هلا حاطه قدامي مراي، اللي عملته اني حطيت من هذا السولوشن، حطيت شوي منه على اصبعي، راح تنزلوا عينكم شويه، بعدين بهدول الاصبعين راح تشيلوها بهذا الشكل، بعدين مباشره وبسرعه بترجعوا بتحطوها بالسولوشن وكمان بتسكروها، بعدين بتطلع ستريت، بننزل شويه عيننا طبعا مش كتير شوي، بعدين ناخذ العدسه بايدنا على السريع بنحطها في السولوشن ومنسكر عليها، بس هيك بتكونوا شلتوا اللزاز. في بعض العدسات بيجي مع العلبه تبعتها ملقط، بس انا بحس هذه الحركه مفزلك زياده عن اللزوم، ممكن اذا ما كنا متمرسين انه احنا بنشيل العدسه من العلبه نمزعها، فبالتالي انا بحب استخدم اصابعي بس بكون كتير معقمتهم منيح. ونصيحة كتير مهمة للصبايا اللي بيلبسوا عدسات، ضروري انه تستخدموا قطرات مرطبة للعين، لانه العدسات بتعمل جفاف للعين، فلحتى تحافظوا على عيونكم لازم تستخدموا قطرات مرطبة. بنهاية هذا الفيديو بحب اعرف شو الغلط اللي كنتوا تعملوه لما تلبسوا العدسات، وان شاء الله بعد هذا الفيديو بطلوا تعملوا. وهلا رح نتابع مع بعض الميك اب توتوريال من اليوتيوب.
نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وإلى لقاء جديد. هلا خلينا مع بعض نتابع شو مخبي لنا اليوتيوب عن الميك اب توتوريال. خليكم معنا ومع نصائح الدكتورة رولا الحاج. اليوم فقرتنا بتحكي عن كيفية العناية بالبشرة، وخصوصي من بعد ما قطع فصل الصيف وبلشنا بفصل الخريف.
فصل الخريف بحب لكم انه اهم ما فصل نهتم فيه بالبشره. هلا بفصل الصيف تعرضنا للشمس، في ناس صار عندها تصبغات، في ناس صار عندها كثير مشاكل ببشرتها، حبوب وغيرها. هلا مفروض انه نحن نبلش نتلافى المشاكل هيدي، نبلش نصلح بالبشره ونبلش علاجات. بالدرجه الاولى كيف لازم نهتم ببشرتنا؟ لازم نهتم بالبشره، نبلش من البيت، يعني صبح ومساء لازم ننظف بالملك وبالتونر بالغسول المخصص لا كل وحده تعرف شو نوع بشرتها. على فكره هاي المعلومات لازم يتبعوها النساء والرجال، مش بس هيدا الشيء مخصص للنساء، لانه كمان الرجال لازم يهتم ببشرته. فمفروض انه نحن من بعد ما نغسل وجهنا، نغسل الميك اب ان كان الصبح او المساء بالغسول، نستعمل الملك والتونر ننظف البشره كثير منيح، والترطيب صبح ومساء بالاضافه للسان بلوك. هلا في كثير ستات بيقولوا لي انه اليوم ما في شمس خصوصا بالشتاء فما حطينا سان بلوك. السان بلوك نحن ما بنحطه بس ليحمي بشرتنا من اشعه الشمس المباشره، نحن بنحط سان بلوك كمان حتى لو في غيوم، لانه البشره بتتاثر بالاشعه ما فوق البنفسجيه. كرمال هيك لازم ديلي نحط السان بلوك الصبح قبل ما نطلع على عمل او قبل ما نعمل الميك اب ب 15 دقيقة. كيف فينا نهتم ببشرتنا كمان خلال الأسبوع بالبيت؟ فينا نعمل سكراب، نجيب السكراب الكريم اللي فيه بقلبه الرمل الناعمة لما تجرح البشرة، نعمل سكراب بالبيت لمدة 3 دقايق بهذا الشكل، ومن بعدها نحط ماسك. في ناس بتحب تشتري ماسك، في ناس بتحب تعمل ماسك من خلطات طبيعية، كله صح ما بيأثر. المهم نهتم بهذه الطريقه، واهم شيء ما ننام بالميك اب. هلا الميك اب لما نحن بننام فيه كل ليله بشرتنا بتكبر 7 مرات، يعني كل يوم عن 7 ايام، فاكيد بعد وقت رح تبلشوا تشوفوا تجاعيد بالبشره او تعب او اي شيء ما عم بتحبوه على بشرتكم. هلا البشرات اللي بتتاثر بهيدا الطقس اللي هو طقس الخريف اللي بنحس كثير فيه بالجفاف هو البشره الناشفه والبشره الميكس. الميكس يلي هي بتجي التيزون دهنيه وعند الخدود بتجي ناشفه، هيدي البشرات كثير بتتاثر من عند الخدود بالاضافه كمان للبشره الحساسه. هلا اصحاب البشره الناشفه بدهم يهتموا كثير ببشرتهم، بدهم يشربوا مي كثير، يعني المراه بتشرب حوالي 2.7 لتر، الرجال لازم يشرب 3.8 لتر كل يوم، او 8 كبايات مي للمراه واكثر شوي للرجال، قسمون انتو لحتى نحافظ على ترطيب بشرتنا. بالاضافه لانه لازم نهتم بالبشره كمان بجلسات عنايه بالبشره مثل بي ار بي، ميزوثيرابي، بالمراكز المتخصصه اكيد، مش بحي الله مطرح، هدول قصص بينعملوا بالمراكز مش بالبيت. بالنسبه للفرق بين بشره المراه وبشره الرجل، ليه باول كلامي قلت هدول النصايح للمراه وللرجل؟ لانه كمان الرجل لازم يهتم بشرته، كمان الرجل بتتعرض بشرته للجفاف بسبب العوامل الطبيعيه. هلا الفرق بين بشره المراه وبشره الرجل انه الرجل بشرته اسمك ب 20 ل 30 مره من بشره المراه، منشان هيك ممكن نشوف تجاعيد تظهر عند المرأة أسرع من الرجل. كمان الرجال إذا كان عنده مثلا بشرة دهنية بيكون عرضة أكثر للحبوب، للزوان، بسبب أنه عنده غدد فرازية أكثر وعنده بصيلات شعر بوجهه أكثر. هون رح أتوجه للرجال أنه الحلاقة بتساهم بتعب بشرتك، كتير أشياء ممكن الرجال يعملها مع بشرته بتساهم أنه تتعب، منشان هيك في صار مستحضرات عناية بالبشرة. لما نقول مستحضرات عناية بالبشرة مش يعني مستحضرات تجميل، وهذا شيء بحب واضحه، لأنه في كتير رجال عقلهم بيروح لمطرح تاني. فمستحضرات العناية بالبشرة بتختلف كتير، ومخصصة لبشرة الرجل لأنه بتجي مركزة أكتر، لأنه بشرة الرجل أسمك من بشرة المرأة. الأسبوع الماضي نورت نجمة البوب ريانا سماء دبي بالإيفنت الخاص فيها للميك اب لاين الفانيتي برعاية سيفورا. تابعوا معنا التقرير الجاي. في حدث جمالي مميز من تنظيم سيفورا دبي،
أطلت نجمة البوب العالمية ريهانة بمنتجات فينيتي وكالة المكياج الخاصة بها، وبخفة دمها قامت بمشاركة جمهورها ومحبيها أسرار تطبيق المكياج. ويذكر أن ريهانة تألقت بكوت ذهبي ومكياج برونزي ناعم وشعر بستايل البونيتيل.